بنتكلم على الكيمياء العضويه والكيمياء الغير عضويه، فعايزين نشوف بقى نقارن بين المركب العضوي والمركب الغير عضوي. لما اقول لك قارن بين المركب العضوي والغير عضوي، طب بنحس ايه؟ اول حاجه التركيب. المركب العضوي بيتكون اساسا لازم يكون شرط فيه عنصر كربون، الغير عضوي مش شرط كربون، يبقى الشرط في المركب العضوي يكون فيه عنصر كربون، ده تركيب. تاني حاجه بنحس ايه؟ قال لي بنحس درجه الذوبان في الميه او الذوبان عامه. واحد، المركب العضوي يذوب المذيب العضوي مثل البنزين مثلا، ولا يذوب المذيب الغير عضوي زي الميه. طيب المركبات اللي بنحس الذوبان بقى، المركبات الغير عضويه بالعكس تذوب في الميه ما تذوبش في المذيبات العضويه. درجه الغليان والانصهار، المركبات العضويه درجه انصهارها وغليانها منخفضه، الغير عضويه غالبا بتكون مرتفعه. طيب من حيث ايه كمان؟ قال لي من حيث نوع الروابط، المركب العضوي غالبا روابط صامية، طب الغير عضوي فيه صامية وفيه ايونية. من حيث كمان التوصيل الكهربي، المركب العضوي بيوصل كهرباء قال لا ما بيوصلش كهرباء، ده محلوله لا الكتروليتي، طب الغير عضوي بيوصل الكهرباء. طب اديني تجربة توضح الكلام ده. فيجي سؤال لك ايه؟ كيف تميز بين مركب عضوي واخر غير عضوي؟ بتجربة. قول له واحد، هنعمل ايه؟ هجيب مركب عضوي ومركب غير عضوي واوصلهم بدائرة كهربية فيها مصباح زي الشكل ده كده، ادي كده مصباح بطارية طرفين سلك، وضع الكلام ده كله في سائل احدهم عضوي والاخر غير عضوي. لو ده مركب عضوي المصباح لا يضيء، يبقى هذا مركب او المركب العضوي لا يوصل طريق كهرباء. طب لو كان غير عضوي لا المصباح عضوي. فاذا كيف تميز بين مركب عضوي واخر غير عضوي؟ نعمل دائره كهربائيه فيها مصباح وبطاريه واسلاك ونوصلها بيه المحلول بتاعي. لو المحلول ده بيوصل الكهرباء يبقى ده محلول غير عضوي، لو مش هيوصل الكهرباء يبقى محلول عضوي. دي حاجه. من حيث ايه كمان ممكن اقارن؟ قال لي من حيث سرعه التفاعلات. المركب العضوي تفاعلاته بطيئه. طب ليه تفاعلاته بطيئه؟ عشان بيتم بين الجزيئات روابط صاميه، فالروابط بيكون ايه؟ تفاعل بين جزيئات بطيء شويه. طب المركب الغير عضوي تفاعله سريع غالبا لانه بيكون بين ايونات. ايه كمان تاني عندنا؟ قال لي بنحس حاجه اسمها البلمره. يعني ايه بلمره؟ البلمره هي خاصيه تجمع جزيئات صغيره تسمى مونيمر، تكون جزيئه عملاقه تسمى بلمره. زي ما اجيب مثلا كده حبايه بتاعه سبحه واحده واشبكها بواحده ثانيه بواحده ثالثه بواحده رابعه، العقد ده كده انا كونته دوت بسمي دي جزيء كبير بوليمر، والواحده الصغيره دي اسمها مونيمر. فالبلمره هي تجميع جزيئات صغيره من مركب سمى مونيمر لتكوين جزيء اكبر عملاق سمى بوليمر. موجود الكلام ده في العضويه مش موجود في الغير عضويه. طب المشابهه الجزيئيه او التشكل او الايزومرزم موجود في العضويه مش موجود في الغير عضويه، ونشرحها بالتفصيل كمان شويه. طيب من حيث الاشتعال او الاحتراق، اي مركب عضوي يحترق. بعد يقول لي مستر يعني احتراق؟ يعني اشتعال؟ اشتعال او احتراق معناه اتحاد الماده مع الاكسجين بسرعه وانطلاق طاقه، وينتج عن الاحتراق المواد العضويه ثلاث اشياء. واحد ثاني اكسيد الكربون، اثنين بخار ميه، ثلاثه طاقه حراريه. يبقى اذا اي مركب عضوي يقابلنا ميثان بنزين ايا كان هندرسه السنه دي يحصل عمليه احتراق بيديك ثاني اكسيد الكربون وبخار ميه وحراره. المركبات العضويه غالبا لا تحصل لها اشتعال. ايه كمان تاني عندنا؟ قال لي من حيث الرائحه، المركبات العضويه دايما ليها روائح مميزه بينما الغير عضويه بتكون غالبا ما لهاش روائح. دي اشهر مقارنه بين المركبات العضويه والغير عضويه. ونخش بعد كده على حاجه اسمها الصيغه البنائيه والصيغه الجزيئيه. ما معنى كلمه الصيغه الجزيئيه والصيغه البنائيه؟ قال لي بص يا مستر، في مركب اسمه C2H6O، دي اسمها صيغه جزيئيه. صيغه جزيئيه يعني ايه صيغه جزيئيه؟ صيغه بتعرفني نوع الذرات كربون هيدروجين اكسجين عددهم 2 كربون 6 هيدروجين 1 اكسجين مرتبطين مع بعض ازاي ما اعرفش. يبقى الصيغه الجزيئيه صيغه تبين نوع وعدد الذرات في المركب، ولا تبين مهمه وكلمه ده، ولا تبين كيفيه ارتباطهم مع بعض. طيب ايه هي الصيغه البنائيه؟ نشوف الاول مثال. هاخد الصيغه الجزيئيه دي واقسمها اتنين، هقول سي اتنين
الكربون تكافؤ رباعي، الاكسجين ثنائي، الهيدروجين احادي. فممكن احط او هنا، ادي عندنا 6 ذرات هيدروجين، ذرتين كربون، ذره اكسجين. الكربون حواليه 4 روابط، الاكسجين نقطتين، كل هيدروجين رابطه واحده. وبعدين لا ممكن اعمل شكل ثاني، اقول له ازاي؟ انا عامل كده اهو، ادي سي او سي. وادي كده 1 2 3 1 2 3. فعلا الاكسجين برضه ثنائي، والكربون رباعي، والهيدروجين احادي. 6 هيدروجين، 2 الكربون، 1 اكسجين. بس انا بدي صيغه بنائيه وسام بدي صيغه بنائيه. طيب ايه هي الصيغه البنائيه بقى؟ صيغه بتبين لي نوع وعدد الذرات في المركب. كمان بتبين لي كيفيه ارتباطهم معا. يبقى الفرق بين الاثنين صيغه الجزيئيه والبنائيه ان دي بتبين النوع والعدد بس ما بتبينش كيفيه ارتباطهم، جزيئيه. بتبين النوع والعدد وكيفيه ارتباطهم بنائيه. طيب هل خواص المركب ده زي خواص المركب ده؟ قال لا طبعا. ده بيغلى عند كام؟ 8. ده اسمه ايثانول او كحول ايثيل. ده اسمه ايثر ثنائي الميثايل. الايثانول بيغلي عن درجه 78.5 درجه مئويه. الايثر ثنائي الميثايل بيغلي عند 29.5 تحت الصفر. يبقى درجه غليان مختلفه، يبقى الخواص الفيزيائيه مختلفه. لو ضفت قطع الصوديوم للايثانول هيتفاعل ويتصاعد غاز الهيدروجين. اقرب منه عنصر كهرباء مشتعل يشتعل بفرقعه. الايثر لا يتفاعل مع الصوديوم. يبقى الخواص الكيميائيه برضه مختلفه. اذا لما يقول لي كيف تميز بين ايثر ثنائي الميثايل والايثانول او كحول الايثيلي، اقول له هضع في كل منهما قطعه من الصوديوم. اذا حدث تفاعل وتصاعد غاز يشتعل بفرقعه يبقى ده ايثانول. والغاز المصعد للهيدروجين. اذا لم يحدث اي تفاعل يبقى ده ايثر ثنائي الميثايل. يجي سؤال ثاني يقول لي علل الايثانول وايثر ثنائي الميثايل ايزومران. يعني ايه ايزومران؟ يعني متشابهين جزيئيين، يعني متشاكلين. ايه الكلام ده كله يا مستر؟ ايه التعريفات دي؟ اقول لك تعالى بقى. ايه هو الايزومريزم؟ التشكل المشابه الجزيئي. ثلاث تعريفات بمعنى واحد. هو اشتراك عده مركبات في صيغه جزيئيه واحده واختلافهم في الصيغه البنائيه والخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه. يبقى هم مشتركين بس في الصيغه الجزيئيه لكن مختلفين في ثلاث حاجات دول. مختلفين في الصيغه الاوليه، في الصيغه البنائيه، مختلفين في الخواص الفيزيائيه والخواص الكيميائيه. هم ايضا مشتركين في الكتله الجزيئيه، في الكتله الجزيئيه. الكتله الجزيئيه ده زي الكتله الجزيئيه ده لنفس عدد الذرات بالظبط. طيب هل ممكن ادي امثله ثانيه؟ اقول له اه. هاخد مثال مشهور جدا في الامتحانات، يقول لك وضح لي ثلاث مشكلات للمركب التالي. عندي مركب يقول لك سي 5 اتش 12. ده اسمه بنتان. عايز البنتان دوت خلاص كده؟ اعمل منه ثلاث اشكال. اول حاجه اضحك على الامتحان وراح اعمل ايه؟ كاتب خمس ذرات كربون، 1 2 3 4 5. خط مستقيم دايما اولا كده. ثم اجي بقى هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فعلا 12 ذره هيدروجين. ده شكل واسمه بنتان. كده ولا كده واضح العمليه؟ ده البنتان. قال طيب ممكن اعملها بشكل بدل ما فروع كتيره كده اعملها بشكل مجمع شويه. اقول له كده سي اتش 3 شرطه سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 برضه دي اسمها صيغه مجمعه او مكثفه. طيب عايز اعمل شكل تاني، يعني الشكل ده هو ده مش حاجه جديده لسه. الاثنين دول شكل واحد. عايز اعمل شكل تاني. هلاقي ناس طبعا طلبه كتير جدا تؤلف تقعد تعمل لك اشكال كده تعتقد ان هي حاله صح. احسن طريقه وامن طريقه اعمل اقول لك عليه دلوقتي. اكتب مركب ده مره ثانيه. ادي اهو سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 بالقلم الرصاص.
كتبناه تاني. اجي في طرف اليمين دوت امسح اخر واحد واسيب اول ذره من هنا واخش على الذره الثانيه وانزل خط واحط سيتش سي. اصبح نتيجه لذلك الكربون ده عنده ربطه زياده فهمسح الاتش الزياده دي، واصبح عنده اتش ناقصه فهحط اتش هنا، فاصبح الشكل بتاعه ده. ده اسمه بنتان عادي، ده اسمه اتنين شرطة ميسايل بيوتان. عايز اعمل شكل تالت، امسح بقى الناحية التانية واحطها على الزر اللي جنبها، فبدينا شكل ده واحد اتنين تلاتة، وادي واحدة فوق وادي تحت، وادي سيتش 3 سيتش 3 سيتش 3 سيتش 3. ده اسمه ده اتنين واتنين شرطة ثنائي ميسايل بروبان. طبعا التسمية دي الكلام ده هناخده في حلقة قادمة ان شاء الله نعرف التسمية عاملة ازاي. يبقى عندنا دول تلات اشكال مختلفة لهذا الرمز اللي هو سي 5 اتش 12. طيب ده الايزومريزم وعملت اشكال مختلفة، ممكن يجي بقى اسئلة على الحكاية ده فيها صعبة شوية. اول حاجة اعرف معلومة بس صغيرة، ان سي اتش 3 تسمى ميسايل وسي اتش 2 تسمى ميثيلين. فيسالني اسئله صعبه شويه، طلبه كتير جدا ما تعرفش حل السؤال ده. يقول لك ايه؟ عايز مركب من خمس ذرات كربون وفي مجموعه ميثيلين واحده. عايز الكان من خمس ذرات كربون وفي مجموعه ميثيلين واحده. الله، سيتش 2 واحدة بس، سيتش 2 واحدة. عايز الكان من خمس ذرات كربون ومفيش ولا مجموعة ميثيلين. مفيش ولا مجموعة ايه؟ الله، ادي ايه؟ خمس ذرات كربون مفيش ولا واحدة سيتش 2 موجودة. دي اسئلة بتبقى صعبة شوية على الطلبة، لكن الحمد لله احنا معانا عرفنا الطريقة عاملة ازاي. يبقى كده عرفنا يعني ايه ايزومريزم، اشتراك عدة مركبات في صيغة جزيئية واحدة، واختلافهم في الصيغة البنائية والخواص الفيزيائية والكيميائية. وخدنا كمان امثله على الايزومريزم، وكمان خدنا بعض الحاجات يقول لك مثلا مركب صيغته كذا اكتب لي الرمز بتاعه الى اخره. ده بالنسبه للايزومريزم. بعد كده بنتكلم على تجربه للكشف عن وجود الكربون والهيدروجين في مركب العضو. اشرح تجربه توضح بها وجود الكربون والهيدروجين في مركب العضو. معظم الطلبه لما تدرس الكلام ده مع مدرسينهم شطار وحلوين وبيحل، يعني سؤال سهل جدا وكان مكرر في امتحانات كتيره، يمكن سنتين اخر قللوا الاسئله دي. ماشي، يقول لك ارسم ولا كلام ده كنت، هو يقول لك انت اكتب لي غير رسم. لكن احنا لازم نشرح بالرسم بتاعها وكل تفصيله كلها. طيب السؤال بتاعنا هنا بيقول لي ايه؟ اشرح تجربه توضح ان المركب العضوي فيه كربون وهيدروجين. 2018 دور اول جه سؤال قال لهم ايه بقى؟ لديك قطعة قماش كيف يمكن التعرف على وجود الكربون والهيدروجين فيها؟ الطلبة وقعت ما عرفش تحل، مشكلة جامدة جدا. غير شكل السؤال بس، أنا حافظ درس يقول لك احفظ، هي كيمياء حفظ، اوعى تفهم هي كده. طبعا ده غلط، كلام غلط طبعا. إذا فهمت تحفظ بسرعة وما تنساش. حفظت بس، أي بس تغيير في السؤال أنا ما أعرفش أجاوب. وإذا كان مشكلة جامدة جدا في امتحان 2018 طلبة كتير ما عرفش حل السؤال دوت. ليه؟ مش فاهمه ان القماش او الحرير او الجلد او الخبز او الكلام ده كان زي زمان حاجات زي كده، دي كلها مواد عضويه، وبالتالي يبقى نفس السؤال هو هو بس اختلاف الصيغه لخبط الطلبه كتير جدا 2018. طيب عايزين نشرح نشاط يوضح الماده العضويه فيها كربون وهيدروجين. سهله جدا، اول حاجه نتعلم الرسم. رسم سهله خالص، وبصوا يا ولاد نعملها ازاي. باجي هنا بعمل انبوبه كده، انبوبة العرض كده هتقع فلازم اسندها على حامل. بالشكل ده. ويفضل امد دي على السكمنت عشان اعمل ايه؟ الترابيزة بتاعتي. اجي هنا بعمل لها قوس كده مربع ودايرة طالع منها خطين كده، وبعد كده طالع منها اللهب. بضع هنا المادة العضوية، المادة
العضويه بقى، قماش، سكر، نشا، خبز، ايا كان ما يكون، زائد ماده اسمها اكسيد نحاس. اكسيد النحاس ده معروف ان لونه ايه؟ اسود. اشمعنى استخدمنا اكسيد النحاس؟ يقول لك عشان هو ماده مؤكسده، اكسيد الكربون والهيدروجين في الماده العضويه وحولها الى غاز ثاني اكسيد الكربون وبخارميه. طيب الجنب كده خلص الحمد لله. نيجي هنا بقى انبوبه رفيعه من هنا، واقف العينيه كده، اخد الانبوبه دي كده، اطلع كده نص دايره فوق نص دايره تحت، واقفل تاني مره تانيه. الانبوبه طويله شويه، راح نازل كده بانبوبه بهذا الشكل، ثم هنا في سائل وهنا في ماده. الماده اللي هنا اسمها ايه؟ اسمها كبريتات نحاس لا مائيه. الله، هو في كبريتات نحاس مائيه ولا مائيه؟ قال له اه. اللا مائيه لونها بيض ابيض، فلونها بيضاء. لو جه عليها ميه تحول لكبريتات نحاس مائيه لونها ازرق. لونها ايه؟ ازرق. يبقى المائيه ولا مائيه الفرق بينهم اللون. طبعا زائد الماء اللي جواها، لكن كاسما كلون بيظهر لي انا عامل التجربه بتاعتي ان هنا كبريتات نحاس مائيه لونها ابيض، لو جه عليها ميه هتزرق. حاطط هنا ماء جير رائق. ومعروف خدناه في من اول ابتدائي لغايه دلوقتي ان ماء جير رائق يتعكر لو مر فيه ثاني اكسيد الكربون. طيب يبقى التجربه بتاعتنا رسمناها. انبوبه بيها ماده عضويه مع اكسيد نحاس اسود، اسخنها. الغازات اللي هتنتج امررها على كبريتات نحاس لا مائيه بيضاء وعلى ماء جير رائق. اشرح التجربه. اقول له واحد، الجهاز كان بالرسم. اثنين، هسخن الماده العضويه مع اكسيد نحاس اسود. ثلاثه، همرر الغازات الناتجه على كبريتات نحاس لا مائيه بيضاء وماء جير رائق. المشاهده، تحول لون كبريتات النحاس اللامائيه الى اللون الازرق دليل على امتصاص الميه. تعكر ماء الجير دليل على امتصاص ثاني اكسيد الكربون. استنتج من ذلك ان الماده العضويه تحتوي على كربون وهيدروجين. اثبت ذلك بالمعادلات. طب تعالى عندي ده اكسيد نحاس زائد حاجه اسمها الماده العضويه، سخنا، فضل هنا النحاس زائد بخار ميه. ايه ده اللي كان فيه بخار ميه؟ لان كبريتات النحاس لما هي اسرقت. طيب في نحاس هنا؟ في نحاس هنا. في نحاس داخل وناتج. في اكسجين هنا؟ في اكسجين هنا. في هيدروجين هنا؟ مش موجود هنا. يبقى جاي منين؟ اكيد من هنا. يبقى الماده العضويه فيها ايه؟ هيدروجين. H2 او 2 H. يبقى كده اثبتنا ان الهيدروجين ده جاي من ايش؟ من ده؟ جاي من الماده العضويه. نفس الكلام اكسيد النحاس بنسخنه مع الماده العضويه. ممكن اجمع الاثنين دول في ماده واحده. خلاص؟ فيحصل عندي ايه؟ هيدينا برضه النحاس زائد ثاني اكسيد الكربون اللي عكر ماء الجير. طيب ادي نحاس واحده، ادي نحاس واحده. وواحده واثنين، يبقى لازم احط هنا اثنين اوزن المعادله. وبالتالي هضطر احط هنا اثنين اوزن النحاس. فاضل ما اكتبش الكربون. طب مفيش هنا كربون، يبقى هو جاي من الماده العضويه. يبقى كده اثبتنا ان الماده العضويه تحتوي على كربون وهيدروجين فقط. دي تجربه بسيطه لاثبات ان الماده العضويه سواء قماش، خبز، ايا كان ماده عضويه، عند اشتعاله او احتراقه مع اكسيد النحاس الاسود خلاص ثبت لنا ان فيه الكربون والهيدروجين. طيب النقله الثانيه في المناهج بتاعنا حاجه اسمها الهيدروكربونات. ايه هي الهيدروكربونات دي؟ مركبات تتكون من كربون وهيدروجين فقط. يبقى الهيدروكربونات مركبات تتكون من كربون وهيدروجين فقط فقط فقط. طيب هنزح احنا من الهيدروكربونات ديت؟ هناخد حاجتين. في حاجه اسمها كيمياء العضويه هنقسمها قسمين، هيدروكربونات ومشتقات الهيدروكربونات. المشتقات دي بنأجلها في اخر المنهج. بنبدا اول منهجنا بحاجه اسمها الهيدروكربونات. الهيدروكربونات قسمناها قسمين، حلقيه او الفاتيه. هيدروكربونات الفاتيه وهيدروكربونات اروماتيه. يبقى عندي الهيدروكربونات الفاتيه
هيدرو كربونات. تنقسم الى هيدرو كربونات الفاتيه او دهنيه، او اروماتيه او عطريه او حلقيه غير مشبعه. الالفاتيه تنقسم الى قسمين، سلسله مفتوحه او حلقه مشبعه. السلسله المفتوحه تنقسم الى ثلاث اقسام، حاجه اسمها الكينات، الكينات، الكينات. تتزع الكينات بين رابطها احاديه، الكينات في رابطه ثنائيه، الكينات في رابطه ثلاثيه. المركب اللي رابطه احاديه كلها اسمه مركب مشبع، اللي في رابطه ثنائيه او ثلاثيه مركبات غير مشبعه. يبقى الكينات مشبعه لان كل رابطه احاديه، الكينات غير مشبعه لان فيها رابطه ثنائيه، الالكينات غير مشبعه لان فيها رابطه ثلاثيه على الاقل. طيب الالكينات لها قانون عام اسمه CN H2N زائد 2. والالكينات CN H2N بس، والالكينات CN H2N ناقص 2. بس ده القانون العام لكل مركبات الالكينات والالكينات والالكينات. الحلقيه المشبعه فيها خدعه شويه وبتلاقي طلبه كتير جدا، خلي بالنا منها يا اولاد، اللي هي ايه؟ CN H2N. لاحظ ده معانا ان القانون العام للمركبات الحلقيه المشبعه او الالكينات المشبعه هو نفسه القانون بتاع الالكينات. طيب عايز امثله على المركبات الحلقيه المشبعه. قال لي في حاجه اسمها سي، كم ذره كربون؟ 3. مشبع يعني كربته احاديه، يبقى محتاج كام هيدروجين؟ 1 2 مع الذره دي، 1 و2 مع الذره دي، 1 و2 مع الذره دي، يعني كم سي؟ سي 3. كم اتش؟ 6. يعني معنى ذلك ان المركب الحلقي المشبع او الالكان الحلقي المشبع عدد ذرات الهيدروجين ضعف عدد ذرات الكربون. اقل الكان حلقي مشبع بيكون فيه 3 ذرات كربون. بعد كده ده يسمى بربان حلقي، وبعد كده امثله ثانيه. طيب الالكانات بقى، قال لي اول واحد سي معاه كام اتش؟ لو افترضنا الان دي بواحد، يبقى 2 في 1 2 زائد 2 يبقى كام؟ 4. يبقى هنا في 4. طب لو كان سي 2، ها مين يقول لي شاطر يقول لي بقى؟ سي 2 يبقى معاه كام اتش؟ اقول له 2، اضرب ال 2 في 2 ب 4 وزود 2 يبقى كام؟ 6. طب سي 3 اتش كام؟ حد سامع بيقول لي ايه؟ هضرب في 2 يبقى 2 في 3 ب 6 وازود 2 يبقى كام؟ يبقى 8. وهكذا. الالكينات والالكينات اقل عدد فيها لازم يكون ذرتين كربون، لان الرابطه المزوجه مش كانوا غير بين ذرتين كربون مع بعض، فاقل حاجه تكون في ذرتين كربون عندي. فعندي اول حاجه سي 2 اتش كام؟ قال لي يا مستر قانونك سي ان اتش 2 ان، يعني هضرب في 2 بس هضاعف العدد، يبقى هنا في كام؟ 4. طب سي 3 يبقى اتش كام؟ 2 في 3 ب 6، احط هنا 6. هنا شوف المركب ده والمركب ده نفس العدد، بس الفرق بين ده وده ان ده حلقي مشبع، ده سلسله مفتوحه وغير مشبع في رابطه مزوجه. عشان كده ساعات يسالني اسئله في الحته دي ويلخبطني، يقول لي مركب الكان حلقي مشبع وفي مثلا 3 ذرات كربون اسمه ايه؟ اقول له بروبين حلقي. طب لو غير مشبع اقول له حاجه اسمها بروبين، وانا اعرف الكلام ده بعدين بالتفصيل ان شاء الله. هنا بقى سي ان احط مثلا سي 2 يبقى كام اتش؟ قال لي لسه بتقول لي 2 ان، يعني اضرب في 2 ناقص 2
يبقى الاثنين اضربها في 2 ب 4 وانا اسفنها 2 بكام؟ يبقى عندي 2. طب سي 3 ها مين يقول لي بقى؟ 2 في 3 ب 6 شيل منها 2 يبقى كام؟ 4 وهكذا كما بنركب. وانا في اسامي التفصيل في الدرس التسعيني. سؤالنا هنا بقى، لو انا طرحت الاثنين دول من بعض، ذرتين كربون شيل منهم ذره، اتفضل ذره كربون واحده. 6 هيدروجين شيل منهم 4، اتفضل كام هيدروجين؟ 2. يبقى الفرق بين الاثنين سي اتش 2 اللي هي مجموعه ايه؟ قلنا عليها ميثيلين. ولو طرحت دي من ده نفس الكلام، لو طرحت ده من ده نفس الكلام، طرحت ده من ده نفس الكلام، وسمى ذلك سلسله متجانسه. سلسله ايه؟ متجانسه. يبقى السلسله المتجانسه هي اشتراك عدد مركبات في قانون جزيئي عام اللي هو ده سي ام مثلا دوت، وتدرجهم في الخواص الفيزيائيه، وهذا المركبات كل مركب بيزيد عن قبل مجموعه ميثيلين واحده. اذا ده بالنسبه للسلسله المتجانسه. عندنا بعد كده في حاجه بالنسبه للمركبات الاروماتيه، فعندنا طبعا اقل حاجه لازم يكون عندي شكل سداسي اللي هو البنزين العطري، ربط ثنائيه احاديه ثنائيه احاديه ثنائيه بالترتيب، ممكن يكون واحده او ممكن اثنين مشاركين مع بعض او اكتر زي كده، ممكن تعمل دايره بدل الشرط. ده اسمه بنزين عطري، ده اسمه نفثالين. اذا بالتالي بالنسبه للمركبات الهيدروكربونات عندنا في قسمناها الفاتي وارماطي، الارماطي هنعمل تفصيل في الاخر. الفات عندنا في سلسله مفتوحه قسمناها ثلاث اقسام، الكينات الكينات الكينات، او مركب حلقي مشبع او يسموه الالكان الحلقي، ودوت بيكون قانونه زي قانون المركب الالكين، وبالتالي بيحصل بينها لخبطه ولا تخلي بالنا منها.